نديرو بريوش مالح اللي معمرين. بالنسبه اللي كيدي اللي كيتغدى في ليكول يعني يقدر يديهم كوجبه. وهاد العجين يعني غتقدري ديري بها بزاف ديال الحوايج، يعني ماشي ضروري غديري بها، يعني كتبقى عندك لا باز ديال لا بريوش. كدير العجينه كتجي نخرجو منها اللي بغيت نخرجو منها اللي بغينا. عندنا 500 غرام ديال الدقيق فورس، 500 غرام ديال الدقيق، 275 غرام ديال الحليب، حليب سائل انا عبرو في الميزان، 275 يكون دافي ديال الحليب، 10 غرام ديال خميرة الخبز، 10 غرام ديال الخميرة ديال الخبز، بيضة وبيضة، 9 غرام ديال الملح، 9 غرام ديال الملح، 2 معالق كبار ديال سنيدة، 2 معالق كبار ديال سنيدة، 80 غرام ديال الزبدة، و 80 غرام ديال الزبدة. اللي عنده العجانة راه كيدير كل شيء، كنديرو الطحين والحليب وما كنديروش إلا الزبدة، كنعجنو مزيان، سينو غنديروها بيدينا ما عندناش مشكل. ايوا شفتي باش نردو نديرو حنا غنقول لك عاوتاني باش يقول لنا غنرضيو الطرفين. واش راه ولات كتخاف؟ حنا مكامل فئات ما كاينش مشكل، الا ما كانش نعجنو لا بيدينا. نعجنو بيدينا وحتى الاخر كنزيدو ديك الزبده اللي عندنا ديك 80 غرام كنحاولو ندخلوها في العجينه. ونديرو غرام كنخليوها هي الاخرى، هي الاخرى حتى كنخدمو لاباط ديالنا مزيان كتسد لك مزيان. من بعد كنزيدو ديك الزبيده هكا كاينه غير بيدينا هكا تنديروها وتندخلوها في العجينه مزيان بحال عجين ورق بحال هكا. لا لا كتدخل فيها كتخلط كتدخل فيها وتتسد لك عاوتاني من جديد حتى كتدخل ديك الزبده في ديك العجينه ديالك. واخا كنخليوها ترتاح بما وجدنا لافارس ديالنا. غادي نديرو انا بالنسبه لي حيت عندي ولادي شويه مدايرين ما كندير لا فلفله لا ما كيبغيوش الفلافل ما كيبغيوش الزيتون ما يعني كندير الكفته كنشحرها مع بصيله مع شويه العطريه. وبغيتي تشري الكفته مقومه راه ماشي مشكل، كتشحري البصله هي الاولى دائما الكفيزه حيت ما كطيبش بزاف يعني دغيا كتشحريها. كندير فيها اما فخوماج محكوك سينو ندير غير لي بورسيون كنمعكها باش كتجي تعطيني بحال كتولي بحال شي صوص بلونش. اييه مع يعني اللي بغيتي وعلى حساب اللي بغيتي حتى الكفته الا جاتكم غاليه ديروا ديال هذا ناس اللي بغا يدير حتى الطون يديروا يعني حريه الاختيار في الحشوات. لا لا بشرى ولات كتشوف الميزانيه شحال. حنا كنقلبوا على السهل وعلى حسب الامكانيات ديال كل واحد. كناخذ هذاك العجينه ديالي ملي كتكون خمرات كنديرها ديبول كنطلقهم شكل بيضاوي يعني طول اوفال كنطلقهم على شكل طول على الطول كنحط الحشوه وكنلوي بحال غيعطوني كوميرات صغيورين. كنحاول نقرص دوك الجنيب اللي غيبقى باش يدخل باش ما تخرجش لينا والجناب نسدوهم كنعاود نخليهم يخمروا. من بعد كندهنهم بالبيض كنرش عليهم اما زنجلان اما بافو ولا اللي بغيتي وكيدخلوا يطيبوا. كيجيو دي ساندويتش ديجا معمرين. هادو شنقول لك تيتباعوا غاليين الا جينا ناخذوهم. بيان سور كيتباعوا غاليين. راكي عارفه وانا عارفه. ممكن نديروهم حلوين. ممكن نديروهم كيما بغينا. كنديروا فيهم لا كريم باتيسيير مثلا ولا نديروا فيهم شوكولا من الداخل يعني كتفني فيهم كيما بغيت. يعني العجينه عندك كتبقى عندك صح عجين اساسي. اساسي. كاين قلتي لي اضافات بزاف مثلا نديروا خضيره ما نقدروا نديروا خضره نحكوها نحكو خيزو قرعه مع البصله وكيتشحر. كنديرو فخوماج ديما الفخوماج راه كيعطينا البنه والدراري كيبغيوه. بغينا نديرو الطون بغينا نديرو كفيته نقدرو حتى الطون حتى التالي تنطيبو ديك الخضيره ونساليو اوغ فو يعني خارج النار عاد كنزيدو داك الطون. من الاحسن يكون الطون اللي في الماء يكون من الاحسن. اييه ونديرو هادشي كيف ما قلنا ونديرو نعمرو ونعمرو باش ما حشوات مختلفه كل مره حشوات مختلفه نديروهم قريصات نديروهم بحال انت عطيتي شكيز يعني اللي غادي يجي زوين. نعاودو المقادير ديال البريوش لاله بشرى ياك قلنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض يعني دقيق الفورس قلنا 275 غرام ديال الحليب 10 غرام ديال الخميره ديال الخبز بيضه 9 غرام ديال الملح 2 معالق كبار ديال السكر سنيده و80 غرام ديال الزبده هذه كتبقى بعد ما كنجمعوا العجينه ديالنا كامله وعاد كنضيفوا ديك الزبيده ياك وتنعاودوا نخلطوا العجينه كامله. الحشوه اولا المقادير اللي بغينا نسمو هذا العجين ديالنا راه كل واحد على حسب الذوق ديالو وعلى حسب الامكانيات داكشي اللي كاين متفقين. احنا باش نتصالحوا مع كل شيء.